لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي يصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد الله بركاته، أحييكم جميعا في هذا الشرح الجديد بعد انقطاع طويل. اليوم عندنا شرح لكيفية، عندنا شرح كيفية الكتابة على الفيديو دون برامج، كيفية الكتابة على الفيديو على الفيديو دون برامج وإرساله في تطبيقات التواصل الاجتماعي. تابعونا في هذا الشرح إن شاء الله ينال على إعجابكم. طبعا ندخل على الصور، الكاميرا، الرساء، سفاري، البريد، الأسهم، أسور، التطوير، أسور، ندخل على الصور. تم الفيديوهات 96 فيديو، راح ندور على فيديو راح نجرب نشرح عليه مثلا. هذا الفيديو هذا 11 مشاركة، راح نسوي مشاركة. تم تحديد في إضافة، إخفاء، زر إيربلاي، عرض الشرائط، تكرار، زر أضافي، استيراد، دنيا، فيسبوك، تويتر، راح نسوي حط زر واتساب، واتساب قابل للتحريك. طب لازم إذا جيت تكتب على الفيديو لازم تحط تحتاج حط للبحث واتساب أو أي تطبيق. أبراج ورد حاجة ألغاء حط مثلاً ألغاء بحث شحن نمط الطاقة المنخ حط مثلاً ألغاء أي اسم شبك اثنان من ثلاث بحث حط اسمي مثلاً بال بال يا باء لا باء يا باء باء راء راء أدرك إبراهيم الحربي يزني أنت محنت محد حط للبحث بحث بحث راح مثلا أتالي نسوي التالي. بعدين في شيء راح يطلع لنا قبل إرسال، قبل كل شيء إضافة شرح أسابق إرسال حقل إضافة شرح إضافة شرح حقل إضافة شرح. هذا تقدر تكتب على الفيديو أي شيء تريده، حقل إضافة شرح حقل، ويمكنك إرساله في الواتساب وكل التطبيقات. مثلا نكتب مثلا تجربة تاء تاء جيم جيم تاء نون راء راء باء باء تاء مربوط تاء مربوطة حلو حقل أنت تم تم. الآن حقل لو نغسله أنت حقل اقتصاد أرسال راح يطلع أرسال تنبيه جارية تحضير الفيديو مكتوب مكتوب عليه وجاهز تنبيه فيديو الحادي تحرير زر المفضل مشاركة. إذا الفيديو راح الواتساب ننطلق على تطبيق الواتساب واتساب 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 سلطان واتساب مكان رسالة 18 زر الرجوع 18 تحرير عبد سلطان عبد الله بركات هذا الفيديو واتساب مشاركة تحويل الفيديو الخاص بك المدى 9 ثوان تجربة 12 و7 تجربة. إن شاء الله يكون الشرح نال على إعجابكم وتقبل تحية عبد الله بركات. ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة لكي يصلكم كل الجديد، وإن شاء الله إن يكون قد وفقت في هذا الشرح. وإلى اللقاء في شرح آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.